برحب بحضراتكم أعزائي المشاهدين مرة تانية بعد هذا الفاصل، ويسعدني أيضا أن أرحب بضيفي الكريمين في هذه الحلقة، السيد المهندس عبد العزيز الديب رئيس الإدارة المركزية للتدريب والمشرف على إدارة تنسيق المشاريع الزراعية لدول الكوميسا. برحب بحضرتك. أرحب أيضا بالأستاذ الدكتور بهاء أبو جمعة، الأستاذ معهد الهندسة الزراعية والخبير السابق بالمزرعة المصرية في زامبيا. برحب بحضرتك. أهلا بهاء. أهلا بحضرتك. إحنا الحقيقة ملفنا النهاردة من الملفات المهمة الخاص بالتعاون المصري الأفريقي في المجال الزراعي، وزي ما حضراتكم عارفين إن يمكن إحنا غبنا فترة كبيرة عن أفريقيا وهي غابت عنا، والحقيقة دوت عمل لنا مشاكل، لأن أنا من وجهة نظري ومن وجهة نظر أعتقد كل الناس إن أفريقيا هي الامتداد الحقيقي لمصر وإن الخير كله في أفريقيا، وزي ما احنا عاوزين تنمية أيضا الدول الأفريقية محتاجة إلى هذه التنمية، وأعتقد إن مصر هي دولة رائدة في جميع المجالات. احنا النهاردة هنتكلم على التعاون المصري الأفريقي في المجال الزراعي وقصة المزارع المشتركة في بعض دول الكوميسا. عبد العزيز بيه، في البداية يا ريت حضرتك نعرف المشاهد ما هي دول الكوميسا. بسم الله الرحمن الرحيم، أشكر سيادتك على الاستضافة وأشكر الجهد المتميز لقناة مصر الزراعية التي لها بصمة وصلت آفاق عدة دول. حدثوني مرارا عن جهدكم المتميز وما تم من لقاءات، مما يدل على الانتشار الواسع وخاصة في الدول الأفريقية والعربية، وده شيء يسعدنا. ومن هذا المنطلق أحب أكد أن دول الكوميسا دي منظمة تسمى Common Market for Eastern and Southern Africa، اختصارها كوميسا، بتعني بالمجال الاقتصادي والتكامل الإقليمي ل 19 دولة عضو فيها. انضمت مصر لها سنة 98، والحمد لله منذ ذلك التاريخ ومصر لها دور فاعل، كما أن للكوميسا دور مؤيد لمصر وكان آخرها في دعم موقف مصر في العودة إلى الاتحاد الإفريقي، كما حضر أمين عام الكوميسا مستر سنديزو إنجوينيا تنصيب السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيسا لجمهورية مصر العربية، وأشاد بذلك على وسائل الإعلام بالانتقال الحضاري الذي تم في مصر. هل في سمات مشتركة بتجمع هذه الدول؟ طبعا السمات أهمها أن احنا كلنا بنشتغل في نطاق قارة إفريقيا أكيد. التي نعتز بانتمائنا لها ونفعل ذلك خلال منظومة تسمى ساوز كوبريشن. ما نستناش الشمال عشان نشوف الأوروبيين أو غيرهم يدينا منح أو غيرها، بنحاول من خلال منظمة الكوميسا نعمل تكامل إقليمي ما بين 19 دولة، وهي مصر والسودان وكينيا وإثيوبيا وأوغندا وإريتريا وملاوي والكونغو الديمقراطية وأهم وسيشل وموريشيس، وأهم ما في هذه الدول 9 دول أعضاء من دول حوض النيل العشر. كما تعرف سيادتك يا دكتور حامد أن دول حوض النيل العشرة ما عدا تنزانيا كانت عضو، فكانوا الأعضاء العشرة أعضاء فيها، ولكن لظروف ما انسحبت تنزانيا سنة 92، فأصبح 90% من دول حوض النيل أعضاء في الكوميسا، وهذا ما يعطيها القوة. تمام. دكتور بهاء، في رأي حضرتك شايف أهمية التعاون الزراعي بين مصر والدول الأفريقية، شايفه إزاي؟ يعني ممكن يحقق إيه للطرفين قبل ما ندخل في العناصر المهمة لهذا الملف؟ طبعا بلا شك، يمكن زي ما حضرتك في المقدمة قلت، وطبعا حضرتك أستاذ فاضل وزميل غالي، ولن أكرر الشكر اللي قاله الأستاذ عزيز ديب بالنسبة للقناة ودورها فعلا مش المحلي بس بل الإقليمي على مستوى الدول الأفريقية. التعاون بين مصر والدول الأفريقية ده فعلا هو العمق الاستراتيجي لمصر في التنمية الاقتصادية، ده رأيي الشخصي. وفعلا احنا طبعا ينقصنا بعض المنتجات اللي هي الغذائية. دول أفريقيا أرض خصبة وبيور، لدرجة أن المزرعة اللي أنا زي ما نتكلم مع بعض بعد كده، اللي أنا كان ليا شرف أن أكون مدير للميكا
المكانة الزراعية فيها. الأرض اللي احنا زرعناها فيها حضرتك بالتعاون مع زامبيا كانت أرض بكر لم تزرع من قبل، عملنا إخلاء. فبالتالي أنا هنزيد ونفيد في هذا الكلام، ولكن بقول لحضرتك باختصار الأرض خصبة جدا، لدرجة إن احنا في التسميد وضعنا نص كمية الأسمدة اللي بنضعها لمحصول الذرة اللي بنضعها في مصر وضعناها هناك في طبعا. وبالتالي احنا محتاجين من قبل بالضبط، احنا محتاجين لهذا لان عندنا فجوه غذائيه، وهم محتاجين للتكنولوجيا اللي هي موجوده عندنا وللفكر اللي هو عند الايه عند الخبير المصري والبحث العلمي بالضبط. اضافه لحضرتك انت لا يغفل زي ما انا قلت مرارا وتكرارا في لقاءات سابقه، ان لا يغفل ان هذا الجانب السياسي مهم جدا في الترابط بيننا وبين الدول الافريقيه. في جاب او فجوه حصلت بيننا وبين افريقيا، وبالتالي يمكن دوله بنت عم اخذت مكاننا في افريقيا بمدى واسع، وللاسف احنا بنحاول دلوقتي نعيد اللي ضاع مننا في فتره سابقه. فممكن رايي حتى برغم ان المزارع دي اذا انشئت على اسس صح وخبراء صح بتكون في مجال استثمار بتحقق عائد وبتحقق ربح للدوله. البنية الأساسية تمام. بتكون في البداية مكلفة، ولكن على المدى الطويل فعلا بتحقق عائد. والمزرعة اللي أنا كنت أكيد. فيها يمكن حققت من 150 ل 200% من قيمة اللي هو العائد من إذن التعاون المصري الأفريقي في المجال الزراعي ضروري وحتمي لكلا الطرفين. طوق نجاة، لأن احنا المية كمان سيادتك يمكن تعقيب بسيط من بعد إذن حضرتك. احنا هنتكلم الحقيقة في نقاط هذا الملف باستفاضة، لكن اسمح لي حضرتك نخرج مع بعض نشوف هذا التقرير اللي أعده فريق عمل البرنامج عن التعاون المصري الأفريقي، ونعاود اللقاء مرة أخرى. التأكيد على اعتزاز مصر بامتدادها القاري لأفريقيا وتعزيز العلاقات بشعوب حوض النيل والقرن الأفريقي واحد من أهم محاور السياسة الخارجية المصرية، والتي تعمل من خلالها على توطيد سبل التعاون في المجالات المختلفة مع دول القارة السمراء ليصدو صوتها بكل أرجاء القارة. ولعل قطاع الزراعة كان من أبرز القطاعات التي شهدت دورا كبيرا في التعاون المشترك بين مصر وأفريقيا، والذي يؤكد على روح المحبة والإخاء بينهما، لا سيما كانت المزارع النموذجية المشتركة هي الأكثر أهمية وصدى للتعاون المثمر في القارة السمراء. وعكفت مصر على إنشاء 3 مزارع نموذجية مشتركة في 3 من الدول الأفريقية هي زامبيا، زنجبار والنيجر، فضلا عن إجراءات حقيقية تم المضي فيها لإنشاء مزرعة مشتركة للإنتاج الحيواني بولاية سنار بالسودان. وخلال الشهور القليلة الماضية وقعت مصر اتفاقيات مع تنزانيا والكونغو الديمقراطية ومالي لإنشاء 3 مزارع نموذجية معهم، وبدأ بالفعل في اتخاذ الخطوات التنفيذية نحو هذا الإنشاء. ولا زالت مصر تستشعر مسؤوليتها التاريخية باعتبارها أحد قادة الزراعة في أفريقيا، لتتحول تلك المزارع إلى بيوت خبرة للأفارقة تستطيع من خلالها القارة منافسة الأسواق العالمية بالعمل بروح من الاحترام المتبادل والإبداع والتحسين المستمر للمهارات والممارسات الزراعية الحديثة في بيئة تشاركية تعزز من دور مصر الزراعي في أفريقيا. باشمهندس عبد العزيز، بعد ما شفنا الحقيقه هذا التقرير اللي انا بشكر عليه الحقيقه فريق العمل، نبدا من اخر نقطه. هل هناك مزارع جديده سيتم تدشينها قريبا؟ ان شاء الله باذن الله، واشكر سعادتك على هذا السؤال المتميز، لانه في خبر جميل جدا ردا على ذلك. سيعقد بمشيئه الله تعالى يوم الخميس القادم اجتماع سيكون برئاسة معالي الأستاذ الدكتور عادل البلتاجي وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وحضور وزارة الخارجية ووزارة التخطيط والتعاون الدولي والاستثمار. يوجد عدة جهات مشاركة في هذا بالإضافة إلى مسؤولي وزارة الزراعة المسؤولين عن المشروع.
دكتور مجدي مكور رئيس الاداره المركزيه المشرف على الاداره المركزيه للعلاقات الخارجيه، وسيتم مناقشه جدول الاعمال الاتي للدول اذا سمحت لي. هو معايا دلوقتي، هيبقى فيه مناقشه عده دول بالاضافه عده مزارع سيتم انشائها بالاضافه لما ذكرتموه في التقرير المميز. في عندنا هتكون فين المزارع؟ هذه المزارع يوجد بمشيئه الله تعالى في هيبقى في كينيا وفي اوغندا وفي الكاميرون وفي زيمبابوي وجنوب السودان في الرنك وجوبا وجونجلي، جاري الاختيار لنبدا بمزرعه في احدهما. كما ان لما نعرف ان زيمبابوي عرض على مصر 10,000 هكتار وزامبيا سبقت ان عرضت 1000 هكتار، هذا يدل على نجاح المشروع ورغبة كمزارع مشتركة ولا مزارع خالصة؟ مزارع مشتركة. وهذا المشروع من أنجح المشاريع التي تتحدث عنها الدول الإفريقية. ويكفي أنه حينما استمعت لبداية البرنامج كان أحد الزملاء في أحد المزارع وهو يتحدث عن ما يسميه فشل، كان الخلفية التي خلفه من قناتكم المميزة رئيس دولة زامبيا يرفع علم مصر على كمبان حصاد مصري أرسل إلى هناك. وهذا الموضوع لن أتحدث فيه كثيرا لأن الدكتور بهاء كان مديرا للميكان هناك، ويقول لكم قد إيه المنظر لما يبقى رئيس دولة ومعاه السفراء المعتمدين لدى الكوميسا 19 دولة والوزراء اللي عنده والسفراء دول مع الجيش ومع الإخوة المصريين، وهو يحدثنا عن مشاعره بعد إذن سعادتك عن هذا في تنزانيا. وعارفين ما أهمية تنزانيا لحوض النيل، إذا كانت زامبيا مقر الكوميسا فعندنا تنزانيا في اتحاد كونفدرالي مع زنزبار، لما يروح رئيس تنزانيا لزيارة المزرعة الناجحة ورئيس دولة زنزبار يزورها 4 مرات ويبعثوا لمصر شكر عدة مرات إن هي ساعدته في تغطية. هو ليس يا أبو عزيز ليس من الضروري أن تحقق هذه المزارع مكسب مادي لمصر، ولكن ممكن أن تحقق مكاسب أخرى كتيرة، مكاسب جدا. سياسية، مكاسب استراتيجية، تماما مكاسب ممكن في بعد ذلك تحقق مكاسب مادية، لكن ليس بالضرورة إن هي تحقق بسرعة مكسب مادي لمصر. واحنا معانا الحقيقه الصور دلوقتي على الشاشه بتبين العمل والشغل الخاص في هذه المزارع. اذا سمحت لي بتعليق سريع بس، فعلا كلام سعادتك ممتاز جدا جدا، وهذا راي وزاره الخارجيه تمام ووزاره ومعظم الوزارات في مصر، ولكن مع ذلك الزملاء في وزاره الزراعه بذلوا مجهود خرافي وحققوا انتاجيه كبيره جدا وعائد كبير بالمستندات، وهذا مسجود لديهم في الدول اللي اشتغلنا فيها، وبذلك زاع صيت المشروع. والدول اللي طالبة ديت مش طالبة من فراغ، ده طالبة بناء على النجاحات التي على نجاحات سابقة. طيب دكتور بهاء، يا ريت حضرتك تكلمنا بقى عن تجربتك في المزرعة المشتركة بدولة زامبيا. طبعا شرف لي أن أكون من مؤسسي المزرعة الزامبية في دولة زامبيا، وزي ما قلت لحضرتك استلمنا الارض، ارض بكر لم تزرع قبل ذلك، وقمنا الحمد لله. كانت مساحتها قد ايه؟ لا بدانا في البدايه ب 200 هكتار على اساس ان دي هي بدايه المزرعه طبقا للتكاليف اللي متاحه بالنسبه لنا، فقدرنا الحمد لله نعمل لهم اخلاء من الحشائش. الهكتار 10,000 متر مربع، بس انا بوضح للساده المشاهدين بالظبط يا فندم، الهكتار 10 دونم، الدونم 1000 متر، يعني الهكتار 10,000 متر بالظبط. فقمنا طبعا بالتعاون هناك مع وزاره الزراعه ووزاره الداخليه ووزاره الدفاع اللي هي الزامبيه، فبناء عليها قدرنا الحمد لله بفضل ربنا ان احنا نزرع محصول الذره، وكانت الزراعه مطريه في بدايه على يعني بنعتمد على المطر في الري، وربنا وفقنا الحمد لله وكانت من انجح المزارع، رغم ان في مزارع سابقه لكن دي بسم الله ما شاء الله كانت حققت انتاج رهيب، لدرجه ان فعلا رئيس الجمهوريه لما سمع ان فعلا المزرعه دي ناجحه ابتدى يكلم السفير بتاعنا
سفير تامر منصور اللي كان موجود في وقتها، الكلام ده سنه 2005 2007، وجه فعلا زياره المزرعه وشاف المشروع ما شاء الله ناجح، فابتدى يقول لازم يوم الحصاد اجي وافتتح المزرعه كساوند ليه هو فعلا. فبسم الله ما شاء الله فعلا كانت احتفاليه رهيبه تشرف، الحمد لله شرف لي انا شخصيا وشرف للاستاذ عبد العزيز لان كان مدير للمزارع برضه في ايامها، ولكن شرف لنا كمصريين ان فعلا دعا كل السفراء الموجودين عنده الاوروبيين والسفراء العرب والناس اللي بتشتغل في الكوميسا، الكوميسا هي المقر بتاعها الرئيسي في دوله زامبيا، وكانت احتفاليه رهيبه فعلا بيوم الحصاد، لان فعلا حققت طفره في الانتاج لم يحققه حتى المزارع الهنديه اللي هي موجوده، في مزارع هناك هنديه ومزارع صينيه خالصه ولا مشتركه؟ انفستمنت استثمار، واخد بال حضرتك؟ فكان يعني حضرتك شوف القطاع الخاص بيبقى قلبه على مصلحته ازاي، فبسم الله ما شاء الله احنا حققنا وفره في الانتاج او طفره في الانتاج كانت اعلى من المزارع، وده مثبوت في تقرير رسمي وموجود عندي ممكن اجيب كوبي منها لحضرتك. اذا كان في نجاح وكان ما شاء الله لدرجه وكان في مكسب لدرجه في خسائر يا فندم، حققنا يمكن 200% بسم الله ما شاء الله ربحيه بسم الله ما شاء الله في اول سنه، لدرجه انهم بعد ما كانوا بيقولوا لنا هتزرعوا على المناطق اللي هي الزراعه المطريه بس اللي فيها الريسك عالي، ابتدوا يمكن عبد العزيز ذكر لحضرتك نبذه صغيره كده، لا ده ابتدوا يفتحوا قالوا لنا تاخدوا على كل الانهار اللي عندنا اي مساحات انتوا عايزينها ونبدا ب 10,000 هكتار، ولكن احنا برضو زي ما بقول لحضرتك زي ما سيادتك تشرفت واتفضلت وقلت دلوقتي ان هي فيها التمثيل السياسي برضو شويه اكتر من الاقتصادي، ان احنا قلنا ايه برضو مش عايزين نبتدي نفتح رجلنا جامد ويبقى في ريسك، خلينا نمشي ستيب باي ستيب طالما في نجاح من نجاح لنجاح بحيث ان ايه يزيد بعقلانيه، لكن ما نفتحش ايه مره واحده. وهل في زراعات ثانيه غير القمح ولا في البدايه؟ احنا زرعنا الذره، والذره دي هي المحصول الرئيسي هناك اللي بيعتمدوا عليه في الغذاء اللي هو اللي يعتبر حضرتك هو العيش بتاعهم بتاع افريقيا كله ده، فزرعنا الذره لانها فعلا من اغلى الحاجات اللي بتتباع عندهم هناك، وبالتالي انا بقول احنا عندنا فجوه غذائيه، لكن احنا لو فعلا عملناها كانفستمنت او استثمار لا هتحقق عائد، بس نضمن عوامل النجاح اولها الاداره، والإدارة الحمد لله متمثلة في الأستاذ عزيز ديب لما ذكر الله وسيادة الوزير الحالي بيدعم هذه المزارع. دكتور بهاء أنا متأكد أنه عوامل النجاح أو الفشل بترجع بصورة مباشرة للإدارة. للإدارة. إذا كان هناك فشل بالإضافة في الإدارة هي المسؤولة. خبراء إذا كان هناك نجاح فالإدارة هي المسؤولة. بالظبط يا فندم، خبراء أكفاء مع الإدارة الناجحة هي اللي هتجيب خبراء أكفاء. يكون على مستوى المسؤولية وعندهم الحس الوطني اللي يقدر يخدم بلده فعلا. أكيد أكيد. عبد العزيز بيه يا ترى يعني في حالة طلب هذه المزارع مصر هي اللي بتطلب ولا الدول الافريقيه اللي بتطلب؟ حقيقي يعني مين اللي بيبادر؟ حقيقه هي الدول الافريقيه التي طلبت ذلك، لدرجه ان اتذكر جيدا ان هل هي اللي طلبت في البدايه ولا لما اتعمل نموذج ونموذج نجح بدات تطلب؟ هو سعادتك سؤال جميل جدا، بس اذا سمحت لي اخذ لقطه من كلام معاليك دلوقتي مع الدكتور بهاء في فن الاداره. بالمناسبة جميع المزارع الإفريقية وبما فيها النيجر حققت نجاحات، لدرجة أن كل من تولى وحقق نجاحا رقي في مكانه في وزارة الزراعة، وأصبحوا جميع من عمل بالمزارع مديري المعاهد البحثية في تخصصاته، وهذا فخر للمشروع. أكيد. ويمكن الاتصال بهم. معنا مداخلة من المهندس يحيى السيد مدير المركز المصري الدولي للزراعه. الو الو حي فندم. اهلا باشمهندس يحيى. اهلا بحضرتك. برحب بحضرتك في البرنامج. احنا بنناقش التعاون المصري الافريقي في المجال الزراعي، وانا اعلم انه المركز الدولي ليه دور مهم جدا في تدريب المهندسين الزراعيين في الدول الافريقيه. يا ريت حضرتك تكلمنا عن دور المركز في هذا المجال. اولا احب اقول لحضرتك ان احنا بصدد الإعداد للعمل احتفالية، العمل القادم بإذن الله تكون على مراحل للاحتفال بمرور 50 عام على إنشاء المركز المصري للزراعة اللي هو تم إنشاؤه في عام 1965، وطبعا إن شاء الله السنة الجاية يكون عدى يكون كملنا إن شاء الله 50 سنة بإذن الله. حضرتك من سنة 1965 والمركز المصري للزراعة بيدرب كوادر مختلفة من إفريقيا ومن آسيا، وسنة 74 بالضبط تم إضافة المبعوثين من أمريكا اللاتينية. حضرتك احنا عندنا 10 برامج تدريبية منتظمة كل سنة في مجالات زراعية مختلفة، وكمان عندنا برامج منظمة بالتعاون مع الصندوق المصري للتعاون الفني مع أفريقيا والصندوق المصري للتعاون الفني مع دول الكومنولث اللي انضموا دلوقتي وبقت الوكالة المصرية
بشراكة من أجل التنمية. وصلنا بعدد المتدربين الإجمالي لحوالي 38 ألف متدرب، منهم حوالي 11 ألف متدرب من إفريقيا. متدربين 11 ألف متدرب من إفريقيا. أيوة تمام. من إفريقيا. حضرتك وصلنا كمان إنه بعض المتدربين اللي حصلوا على يعني برامج تدريبية عندنا أو حضر برامج تدريبية في المركز المصري للدولة الزراعة، إن هم تبوأوا أماكن أو مراكز مهمة جدا في بلادهم، وصلت لوزارة الزراعة كمان. يعني في بعض وزراء زراعة نالوا قسط من التدريب في المركز المصري للدولة الزراعة في مراحل متقدمة من أعمارهم، وهم شباب حتى هم في الثلاثينات والأربعينات من أعمارهم، برضو جم وحضروا برامج عندنا تدريبية. واستنادا للنوع ده من التدريب تم ترشيحهم لتولي مراكز مرموقة في بلادهم، وصلت إلى منصب وزير زراعة. ما هي أكثر الدول يا باشمهندس يحيى اللي بتبعث مبعوثين يتدربوا هنا في مصر؟ حضرتك عندنا دول من نيجيريا، دول حوض النيل كلها. 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 وعندنا طبعا نيجيريا وغانا والسنغال. حضرتك احنا بنتعامل مع حوالي واحد وخمسين والسودان طبعا دولة. طبعا طبعا الاشقاء من السودان عددهم بسم الله ما شاء الله كبيره جدا، وعدد البرامج معاهم بيزيد سنه عن سنه طبعا من فضل الله. اما احنا بنتعامل مع حوالي 50 دوله اساسيه، حضرتك من اجمالي 53 دوله. احنا بنشكر حضرتك سيد المهندس يحيى السيد مدير المركز المصري الدولي للزراعه، بنشكر حضرتك على هذه المداخله. برجع لحضرتك مرة تانية يا عزيز بيه. طبعا احنا كنا بنتكلم على ان الدول الافريقية هي اللي بتبادر بطلب عمل مزارع مشتركة. بناء على ايه الفكرة؟ على تاريخ مصر الزراعي. الحضارة المصرية نشأت على ضفاف النيل وبدأت بزراعة. نحن لم نتميز في شيء مثلما تميزنا في الزراعة على مر التاريخ. أكيد. وان كان هناك بعض العثرات في بعض الفترات، الا ان مركز البحوث الزراعية يعد سادس مركز بحثي على مستوى العالم. كما أن خبراء وزارة الزراعة لهم باعهم ولهم وجودهم على مستوى العالم. تمام. الزميل لسه بقول لسعادتك 11 ألف متدرب، وبعضهم رؤساء جمهوريات وبعضهم وزراء. ولما بنسافروا إفريقيا، وكان لي الشرف أني سافرت 21 دولة إفريقية في مهام كما عشت في جمهورية الكونغو الشعبية بالفترة من 84 ل90، لا شغل تاني خالص للوجود المصري. احنا هنا اللي مش حاسين بيه قد كده، عشان برضو احنا بنشكر قناة مصر الزراعية. احنا هو يعني في القناة وفي البرنامج بنبرز هذا العمل. لا ده احنا بنشكركم كتير جدا. ده يعني بصراحة القناة هنا عاملة دور كبير جدا في هذا. وإلا يعني مين يعرف ان في رؤساء دول بيزوروا المزارع، زي ما شفنا زامبيا، هنشوف ان شاء الله بإذن الله زنزبار. لما يبقى رئيس دولة زنزبار رايح للمزرعة عدة مرات ويشكر مصر على انها غطت عملية اكتفاء ذاتي عنده في الخضار. لان ساعتك سألت سؤال ظريف جدا، بنزرعه ايه هنا؟ بنزرعه بناء على احتياج الدولة اللي هي عايزاه. اكيد يعني طبعا عشان تستفيد من المحصول. تماما. النيجر بالمحصول الرئيسي اللي هو الرز. خدنا عدة انواع من المحاصيل، ويوجد حقول تجريبية وحقول ارشادية، وتم انتخاب اعلى سلالة واعلى انتاجية، وتم زراعتها وبيوزعوا العائد بتاعه على الفقراء في النيجر. وكذلك بيتم استنباط انواع جديدة من البذور وتوزيعها على المزارع هناك من خلال السفارة المصرية. الساوند اللي سعادتك قلته، والتواجد بصرف النظر عن المكسب والخسارة احيانا، اكبر كبير ان احنا يكون لنا تواجد. ما نرجعش نقول اصل مش عارف العم سام ولا العم كذا، وقاعدين دلوقتي نقول اصل دخل وعمل. لا احنا تاخرنا كتير. تاخرنا كتير. احنا بنروح للدول الافريقيه في منابع النيل. لما يبقى عندي في الكوميسا اذا سمحت لي قرار، حضرت شرفت بان انا حضرت النيابه عن وزير الزراعه في يوليو 2010، ويبقى في الفاينل ريبورت طلب من 19 دوله عضو في منظمه دوليه وحضرها عده جهات دوليه زي الفاو وزي البنك الدولي والبنك الافريقي، ان مصر هي اللي تتولى تطوير نظم الري الحقلي في ال 19 دوله، وهيمول ذلك 8 جهات دوليه مانحه. مش هنخسر مليم في مصر، وبالعكس ده انا هنشغل خبرات مصريه في هذه الدول، ويبقى لي تواجد، وهيجي لي التمويل من الخارج عن طريق منظمه الكوميسا. وهذا المشروع بيرعاه معالي السيد الوزير،
والساده المسؤولين في الوزاره، وكان في وفد من الكوميسا اجتمع، والتلفزيون عندكم هنا راح صوروا الاسبوع اللي فات لما كان الوفد موجود في الكلايمت تشينج وفي اللو كوست اريجيشن سيستم على اندر جراوند اريجيشن. عندنا هنا بنطلع ميه الابار من 1500 متر في سيناء، وفي الصحراء 200 متر، هم عندهم ميه الابار على 30 و 50 متر مش عارفين يطلعوه طبعا. فعايز التقنيه المصريه، وبناء عليه هم بيطلبوا الخبره المصريه، والتواجد المصري ضروري وفعال في مزارع اخرى بنزرع زي ما قال الذره، لان ده الغذاء الرئيسي، مزارع تانية يعني الخضار. انتم بتزرعوا في هذه المزارع المحاصيل التي تحتاجها هذه الدول؟ طبعا طبعا، عشان كرامه مصر ووجود مصر والكلام ده كله. وبالنسبه للميه مفيش مشكله هناك؟ ايه المشكله فيها؟ ده هو عنده الميه نازله بسم الله ما شاء الله 9 شهور في السنه، والمياه الجوفيه متوفره و9 شهور في السنه. لما طلبنا منهم يفحروا ابار في مزرعه زامبيا بعد الدكتور ما مشي بكام سنه، فحطوا لنا 21 بير، وبدانا نعمل بافيت وكده ونجهز نفسنا علشان خاطر يبقى الزراعه ليست مطريه، وانما قلنا نستغل العام كله ونعمل عده محاصيل في السنه. وزامبيا لو سمح للاخوه في المونتاج يشوفوا دلوقتي فيها مش ذره بس، ده فيها حضرتك فواكه، فيها دلوقتي مانجا، فيها موز، فيها تفاح، فيها حتى الفول الصويا، يعني في عند حضرتك نمل، فول صويا، ده فول الصويا ده لوحده، والقمح، زرع قمح وفول صويا. وحضرتك عارف ان احنا عندنا نقص جديد في فول الصويا في مصر، والنباتات الزيتيه هو بينتج ويوحى او افرح هناك. تمام. دكتور بهاء، في راي حضرتك يعني اوجه الفايده يعني التي تعود علينا من هذا التعاون؟ طبعا لا شك ان الفوائد عديده، اهمها زي ما قلنا البعد او العمق السياسي، وطبعا كان لنا الرياده يمكن من فتره الرئيس الراحل جمال عبد الناصر. يكفي ان في زامبيا اللي انا كنت فيها دي الشارعين الرئيسيين في قلب لوساكا العاصمه ناصر رود وكايرو رود. دي حاجة على فكرة تسعدنا جدا، يعني حضرتك كان فعلا تعاون مثمر وكان أساس صح. ولكن للأسف أنا يمكن مداخلة برضو عشان الأستاذ عبد العزيز بيقول أولاد العم سام، أنا مش بلومهم هم، أنا بجلد ذاتنا احنا وبلومنا أنفسنا إن احنا عاوزين فترة بعيدنا عن إن احنا نهتم بأفريقيا. عاوزين يا دكتور بهاء المشاهد، مشاهدنا الكريم دلوقتي يعرف أهمية مصر في هذه الدول، وقد إيه هذه الدول بتحب مصر. يعني لما يبقى الشارعين الرئيسيين زي ما حضرتك قلت، زامبيا شارع باسم ناصر رود القاهرة وناصر، يعني حاجة عظيمة جدا. وباسم فعلا القاهرة. عاوزين الناس اللي هنا اللي جوه البلد اللي ما عندهمش انتماء لهذا الوطن يفوقوا. شوفوا سمعة مصر بره شكلها ايه بالزبط. والناس بره بتحب مصر ازاي. كمان زي ما بقول لحضرتك فعلا مش الفايدة السياسية بس، احنا زي ما بقول لحضرتك لما تبنى باذن الله على اساس صح، ونتمنى ذلك، لان احنا فعلا ماشيين خطوات دلوقتي خطوات صحيحة بفضل ربنا ان يتمم هذا العمل، وان احنا نتعاون بمزارع استثماريه. الحاجه الثانيه نشجع القطاع الخاص، احنا ما عندناش روح الريسك كمصريين للاسف، كمستثمرين مصريين ما عندناش روح المخاطره. وانا شايف ما فيش مخاطره الحقيقه. لا يعني الكلام اللي حضرتك بتقوله يا فندم ما حدش واللي عبد العزيز بيقولوا انا شايف ان اللي بيخرج لغايه السودان ولا ليبيا بيقول يا غربتي وهي على الحدود. لكن للاسف تعالى حضرتك هناك الصينيين واخدين مزارع كبيره، الهنود، اللبنانيين، عاملين مزارع كبيره في زامبيا وشغالين وبسم الله ما شاء الله بيحققوا وفره وزي اللبنانيين لكن احنا للاسف بقول لحضرتك رجال الاعمال بتوعنا او المستثمرين لو راحوا هناك زي ما بقول لحضرتك احنا من خلال البرنامج بالظبط دعوه لكل رجال الاعمال والمستثمرين اللي بيشتغلوا بالظبط في المجال الزراعي. افريقيا مفتوحه، افريقيا يا جماعه دول فيها كنوز عظيم خير، وما زالت دول بكر، ما زالت دول بكر، نرجوكم. وده مهم جدا الحقيقه لمصر ولهذه الدول. الحاجه الثانيه يا فندم بالنسبه للشعوب الافريقيه شعوب طيبه جدا، فبالتالي طيب احنا اساسا حضرتك نستكمل هذه النقطه لكن فضل. بعد فاصل قصير اعزائي المشاهدين فضل. ونعود مره اخرى فانتظرونا. بستكمل مع حضرتك دكتور بهاء، كنت حضرتك بتكلمني عن شعور المواطن الافريقي. زي ما بقول معليك الناس الافارقه طيبين جدا وبيحبوا مصر فعلا من قلبهم، بالدليل اللي انا قلته قبل الفاصل ان هم من حبهم، ان كان ايام الرئيس الراحل جمال عبد الناصر
كان في برضو مشاريع مصرية في أفريقيا، ففعلا عملوا اللي هو طريق زامبي ناصر رود وكايرو رود القاهرة، طريق القاهرة وطريق في العاصمة لوساكا. فالناس دي طيبة وبيتمر فيها المعروف شوية، فبالتالي مفروض ان احنا نكسبهم سياسيا واجتماعيا، بالإضافة لان احنا فعلا مش مكسب سياسي واجتماعي فقط، لا ده مكسب مادي لنا احنا فعلا. للأسف احنا في ظل أزمة المياه دي، المية عندهم المطر في زامبيا دي حضرتك يا دكتور بينزل بالعشرة لخمستاشر يوم يمكن متصل. فكمية المية عندهم رهيبة والأرض خصبة جدا، لدرجة بقول لحضرتك حطينا نص كمية الأسمدة في الفترة اللي زرعنا فيها الذرة، فبالتالي الكوست بتاعت الزراعة قليلة، التكاليف قليلة والعائد كبير جدا. ففعلا في أفريقيا الناس عندهم قابلية وحب لمصر، بس ناقص ان احنا نظهر لهم ان احنا ايدينا في ايديهم ونتعاون معاهم. هيبتدوا كلهم يبقوا مؤيديننا في كل خطواتنا بفضل ربنا ان شاء الله. اكيد طبعا. عبد العزيز بيه، لماذا لا يلجا مركز البحوث الزراعيه لعمل نواه لهذا المركز في بعض هذه الدول؟ يعني يكون في تخصصات مشتركه في بعض هذه الدول بالذات اللي فيها مزارع كبيره. واضح جدا ان سعادتك في اعداد جيد للحلقه و تيجي على الوتر الحساس يعني. فعلا ده من ضمن خطة وزارة الزراعة، معظم المزارع فيها بعض التجارب التدريبية وقاعات للتدريب، ومنها النيجر فيها ثلاث قاعات تدريب في أرض المزرعة، وكذلك في زامبيا اللي بيقوم على العمل فيها هتستغرب والمشاهدين هستغربهم ان هي معمولة في أوبن بريزون، سجن مفتوح، فالمساجين اللي ما عليهمش احكام كبيره هم اللي بيشتغلوا في المزرعه. فمصر بالتنسيق مع وزاره الداخليه وتم هذا العمل هناك، بتدي المتدرب اللي بيشتغل في المزرعه شهاده زي حسن السير والسلوك وانه يجيد العمل في الزراعه، فبعد ما بخلص الفتره بتاعته بيطلع بهذه الشهاده المعتمده من السفاره ووزاره الداخليه الزامبيه، يشتغل في اي مزرعه تانية وينسى الجريمه. فاحنا بنساعد المجتمع الافريقي على اصلاح نفسه وانهاء مشاكله من خلال هذه المزارع. كذلك حينما بدانا مع يعني السودان، يعني في مردود اجتماعي حتى في هذه الدول جدا لهذه المزارع جدا سعادتك. المردود الاجتماعي، انا كنت في السودان في شهر 3 اللي فات وزرت مزرعه سنار وزرت حضرتك عده ولايات. قد ايه الشعب السوداني مستني ويقولوا لي ازاي احنا عندنا، هيذهل المشاهد لما يعرف ان في السودان 32 مليون راس مشاية، 32 مليون راس مشاية، واحنا هنا قالوا لنا كده وكيل الاول وزاره الثروه الحيوانيه واحنا قاعدين في الاجتماع، قال انتوا رايحين يا مصريين تجيبوا لنا لحوم من السند والهند وماليزيا وكذا وكذا، وسايبيننا احنا اللي بينا وبين بعض. ولذلك افتتاح معبر قصل ده اللي من يومين ثلاثه ده هيعمل رواج يعني. فعلا اللحوم، خطه وزاره الزراعه ان تنزل اللحوم لغايه ما توصل 30 جنيه، دي حقيقه ممكن، لانه هيبقى خلاص لفتره العبور والرحله بعد ما كان هيستغرق 48 ساعه هتستغرق 4 ساعات. كانت المشكله اللي عمليه ترانسبورت ازاي ننقل الحيوانات ونجيبها من السودان لمصر ومن عده دول كمان، لان افريقيا فيها حيوانات كتيرة جدا، واحنا هنا ما احوج ما يكون للحوم وتوفير البروتين الحيواني من خلال هذه الدول بدل ما نروح للدول الأوروبية والهندية ومشابه. طبعا هذه الدول مش محتاجة انشاء مزارع الانتاج الحيواني، يعني هي عاوزة مزارع الانتاج الزراعي، يعني هي مش محتاجة انتاج حيواني. لا سعادتك، لان اعتقد ان هي عندها فائض. لا هو بيبقى حضرتك بيبقى نموذج زي مثلا النيجر اللي اتكلموا عليها الزملاء، كان فيها مزرعه انتاج حيواني بهدف ايه؟ وانا في النيجر لما كان فيها بعض المشاكل واوفدني السيد الوزير سنه 2007 واتنقلت من وحده خاصه بمركز البحوث الزراعيه الخساره اللي بيتكلموا عليها الى المشروع عشان ينقذوها وتم تجديد الاتفاقيه. وزير الزراعه شكرنا على هذا الجهد، وفي نفس الوقت وزير تنميه الثروه الحيوانيه طلب فاكسينات، بعتنا لهم من مصر هنا فاكسينات ونيتروجين متجمد، وراح خبراء من الوزاره هنا اثنين ما فيش اكتر من كده، عملوا لهم بروجرام لفوا جمهوريه بحالها هناك علشان خاطر تعاملهم الثروه الحيوانيه عندهم من خلال
الفاكسينات والتطعيمات اللي موجوده عندنا معمل معهد بحوث المصدر. يعني هي يعني هذه الدول بالنسبه للانتاج الحيواني محتاجه بس دعم طبي تمام واشراف عشان تجي لنا لحوم خاليه من الامراض والاوبئه. تمام. احنا برضو حريصين على صحه الشعب المصري. فده لابد برضو وزاره الزراعه عامله الجزئيه ديت لان احنا عندنا خبرات كبيره في هذا وهم محتاجينها. ويمكن برضو في السودان لما زرنا المراكز الطبيه عندهم البيطريه اتكلموا معانا في هذا وفعلا شغالين اليومين دول على اساس ان في دكاتره تم ترشيحهم للسفر لعلاج هذه المشاكل وهتتعمل في السودان اللي بنقول فيها 32. والهدف من مزرعه السنار ايه؟ ان انا هنجمع الحيوانات هناك قبل ما تجيلي هنا وبعدين تخش الحجر البيطري وبعد كده تيجي جايه سليمه 100%. ما انا ما نجيبش من عند الراعي السوداني او الراعي الاوغندي او الراعي كذا وخلاص، لا احنا بنعمل المزارع ده عشان نجمع فيها مش اننا نربي ونبيع هناك. ايوه تمام. عشان يجي هنا خالي من الامراض والاوبئه حرصا من الوزاره على صحه الشعب المصري. تمام. دكتور بهاء طبعا حضرتك خدت التجربه. طبعا. صوره عمليه، واحنا هنا في برنامج هنا الحقيقه بنضع الحقيقه كامله امام المشاهد. يا ريت حضرتك تكلمني وبمنتهى الصراحه، هل حضرتك واجهت عقبات معوقات حابب انك انت توضحها للمسؤولين حتى علشان نتجنبها في المستقبل؟ هي طبعا بلا شك بالنسبه للعقبات سواء كانت معوقات اداريه فنيه شخصيه. لا حقيقه كنا بنلاقي كل الدعم من الدوله اثناء الفتره اللي انا كنت موجود فيها حقيقه. يعني كانت سنه مع وزاره الخارجيه والسنه الثانيه كانت مع وزارة الزراعة. كنا بنلاقي كل الدعم، ولكن هو يمكن بالنسبة لتواجدنا كأنا شخصيا في لأول مرة في أفريقيا والتوتر شوية من الأمراض اللي موجودة هناك فعلا كان فيه قلق أو خوف أو، لكن بعد الواحد ما ابتدى يطمئن ويحس إنه دي حاجة نفسية بقى. دي حاجة يعني نفسية. كعقبات إدارية من هناك من الجهة اللي بتتعاون معنا، فعلا زي ما بقول لحضرتك الأفارقة لما بيلاقوا في تعاون صادق بيفتحوا لحضرتك كل الابواب ما بيحطوش قدام حضرتك عقبه. لدرجه بقول لحضرتك ان في الاول طبعا كان في بدايه الشغل مش مطمنين او هم برضو حاسين ان احنا مثلا رايحين في زياره او نزهه. لما لقونا بنشتغل سيريس وفعلا بجديه وابتدوا يلاقوا نتيجه المجهود ده في حاجه ظهرت على الارض، ابتدوا فعلا وصلوا هذا الساوند لغايه رئيس الجمهوريه. ابتدى رئيس الجمهوريه من خلال قادة الجيش والشرطة اللي كانوا بيتعاونوا معنا، ابتدى رئيس الجمهورية يعمل زيارات للمزرعة، ولدرجة بقول لحضرتك ان هو قال لازم اجي يوم الافتتاح لان دي حاجة شرف لينا ومصر عملت دور كويس واتكلم في حق مصر. وفعلا الناس شكروا في مصر كتير لهذا الجهد. نتمنى ان ما يبقاش في عقبات. انا عاوز نتمنى دي. نتمنى ما يبقاش في عقبات للتكامل بيننا وبين السودان زي ما قال الاستاذ عزيز. بيننا وبين السودان مش في مجال الانتاج الحيواني بس، في مجال الانتاج الحيواني وانتاج القمح اللي هو سل يعني اساس رغيف العيش بالنسبه لنا. يا رب انا اعيش واكون ليا دور زي ما كان ليا دور في زامبيا، اكون ليا دور يبقى ليا الشرف ان انا مستعد لو كان ليا دور ان انا اكون هناك في هذا البلد على كميه الميه والارض الخصبه اللي موجوده ان احنا نحقق الاكتفاء الذاتي بل مش لنا القمح بس بل لكل الدول العربيه. ده ممكن على فكره السودان رهيبة السودان ممكن تحقق رهيبة هذا الاكتفاء بالظبط يا فندم. يا رب ده اللي اتمناه تحقق هذا الاكتفاء للدول العربيه كلها. اتمنى يا دكتور والله اتمنى. السنه اللي قبل اللي فاتت زرعنا في السودان هو للاسف الشديد يا دكتور بهاء احيانا التوتر السياسي بين الدول بيكون ليه تاثير على العلاقات في جميع البلاد، لكن اعتقد دلوقتي في المرحله الجديده وفي مصر الجديده الحمد لله وفي ظل رئاسه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالزبط. هذا الرجل الحقيقه اللي تفكيره سابق لقدام ودايما بيبص للمستقبل، اعتقد ان الامور هتتغير وهتتبدل كتير. انا عندي امل لما عندي امل في بكره باذن الله ان شاء الله. زرعنا 1000 فدان قمح السنه اللي قبل اللي فاتت والسنه المنتهيه كان 10,000 فدان عفوا، والسنه اللي فاتت كان 1500 فدان قمح. السودانيين كانوا محتاجين يشوفوا النجاح المصري، وتم زراعه عده حقول ارشاديه، واتفتح مكتب زراعي في الخرطوم لمباشره هذا العمل، ويقوم عليه زميل فاضل اللي هو كان ماسك المزرعه في السنتين اللي فاتوا من معهد المحاصيل الحقليه علشان خاطر نجح في التجارب وعمل تدريب
وراحهم الدكتور جمال الشعراوي جاب المتدربين وقعد يدربهم على الطبيعه وشاف فعلا. راح وزير الزراعه السوداني وشاف الشغل، بداوا يطلبوا من مصر، واحنا معروض علينا في السودان 2.5 مليون فدان. فالتكامل الزراعي شغالين فيه ما بين وزاره الزراعه برعايه الدكتور عادل البلتاجي، واعتقد السيد رئيس الوزراء والسيد رئيس الجمهوريه شفنا الدعم قد ايه، وشفنا قد ايه اثيوبيا بعد ما كانت على يعني نقول صفيح ساخن اصبحت الامور خلاص في حل وان شاء الله طريقها للحل، وبالاداره والحنكه في توجيه الامور للاتجاه الصحيح. اعتقد ده دور كبير جدا، وليس الان فقط، ده حصل في وجودي في الكونغو وهذا شهاده للتاريخ. لما كانت الدول العربيه مقاطعه مصر في فتره السبعينات بسبب كامب ديفيد، وكان مصر ليس لها علاقات مع اخواتنا الاشقائنا الدول العربيه غير مع المغرب والسلطان قابوس، الدول الافريقيه في عمان، الدول الافريقيه وقفت جنب مصر، ورئيس جمهوريه الكونغو الشعبيه اللي كنت فيها الرئيس دينيس ساسو نجيسو، وقد تم اتفاقه مع رئيس جمهوريه الكونغو الديمقراطيه الحاليه كانت اسمها زائير انذاك، وجم زياره لمصر واعلنوا تسليم قياده مصر انذاك قياده الاتحاد الافريقي الذي ينضم له 92 دوله، وبدات مصر تخش تخاطب العالم الخارجي باسم قاره كامله 52 دوله وليس دولتين. فبدات الدول العربيه ترجع، واعلن الرئيس الفلسطيني رحمه الله ياسر عرفات في البرلمان الكونغولي عودة مصر للعالم العربي وعودة العالم العربي لمصر بعد ذلك التاريخ، وقد تم فعلا وأصبحنا إخوة مرة أخرى. فإفريقيا لها دور كبير ودعم لمصر لأن احنا جزء كبير ومؤثر، والحمد لله جزء من أفريقيا، احنا أفارقة، هم بيعتبروا حضارتنا مش ممكن احنا ننسلخ عن هذه القارة، واحنا سعداء بهذا وهم بيفخروا بالحضارة المصرية. طب هل بتستعينوا بمزارعين مصريين باشمهندس عزيز في هذه المزارع؟ في حضرتك كان في السودان بعض الخبراء من مركز البحوث الزراعية. لا أنا مش بتكلم على الخبراء والباحثين، أنا بتكلم كمزارع مصري. الحقيقة في الفترة الحالية حتى أكون لأن برضو المزارع دكتور بهاء مهم جدا، أنه طبعا المزارع اللي عنده خبرة وعنده فكر، وطبعا الفلاح المصري طبعا ده يعني خبرة 7000 سنة في الزراعة، فيعني هل فعلا بتستعينوا أو في نية انكم تستعينوا ببعض المزارعين المصريين في هذه المزارع؟ طبعا، هو حضرتك لما دولة تقول هنديك 10000 هكتار عارف حضرتك ده كان بسبب ايه؟ عاوز يعمل مشروع مشترك على غرار المشروع القومي لتشغيل الشباب المصري، يعمل مع زامبيا مشروع تكامل شباب مصر مع الزامبيين، يعلموهم ازاي يزرع وهم يدون الارض واحنا نعلمهم. وهذا مش في زامبيا فقط، انا بقول لحضرتك زيمبابوي، زيمبابوي حصل ان هم طردوا البيض ووزع الاراضي على المحليين، فمحتاج الخبره المصريه، فعرض 10000 هكتار في 2.25 الفدان، 2.25 فدان الهكتار، 2.25 فدان، شوف حضرتك ال 10000 يبقوا كام؟ 25000. ده هيتوزع على مين؟ ما هو النيه ان المصريين يتغلغلوا، وهي كان الخوف زي ما سعادتك مش عاوزين كلمه يتغلغلوا دي ينتشر يعني ينتشر. ولا يعني يشاركوا زملائهم بالانتشار، قصدي مش تغلغل بالمفهوم الاخر، لا قصدي يصلوا الى اعماق افريقيا زي ما كانت مصر زمان واصله الى منابع النيل للتعاون المصري الافريقي وليس ليشاء. هم على فكره عارفين ان المصريين عمرها ما كانت دوله احتلال، عمر مصر كده اكيد، لا اكيد طبعا بيطمنوا جدا للتعاون المصري، بيحبوا المصريين فعلا. ولما جم هنا الزوار الافارقه الشعوب الافريقيه من اكثر الشعوب والله، لدرجه يمكن عبد العزيز بيقول لحضرتك ان فعلا الناس من دوله زامبيا من القيادات اللي هي بتاعه الجيش والشرطه لما بييجوا يجتمعوا مع سيادته في الكوميسا او مع سياده الوزير بيفضلوا يذكروني بالخير بالاسم لغايه النهارده، رغم ان الفتره بتاعتي كانت من 2005 ل 2007. هل ما زال في تواصل بينك وبينهم؟ يعني كان عن طريق فتره قريبه، لكن يمكن دلوقتي لا فكره مهم جدا طبعا، التواصل مهم جدا طبعا، مهم جدا بلا شك بلا شك. الحضاره المصريه يعني كان في وفد الكوميسا الاسبوع اللي فات اصر قبل ما يسافروا، قالوا احنا عملنا كل الشغل بس اولادنا بعتوا لنا، انتم ما بعتولناش صوركم ليه وانتم في الهرم او جنب الهرم؟ اتصلنا بالمسؤولين في الوزاره واحنا في
جولة بره عشان يجهزهم، وفعلا تم عمل من خلال إدارة المراسم بالوزارة ومخاطبة وزارة الآثار، وطلع مرافق وزملاء من المراسم وراحوا زيارة الهرم عاملين ساوند جامد جدا، وهم جنب سفينكس أبو الهول وداخل الهرم، دخلوا الهرم ودخلت معاهم وشافوا حاجات، بقوا مبهورين جدا من الحضارة المصرية، بيعتبروا امتداد لهم. وحدث ذلك قبل ذلك في القلعة برضو، وكل حضارتنا بيعتبروها حضارة لها امتداد إفريقي. أكيد. في رأي حضرتك يا دكتور بهاء، ليه هذه الدول متأخرة زراعية؟ هل ما عندهمش كليات زراعة؟ لا، هو يمكن يا فندم مراكز أيوس. يمكن يا فندم هو سبب تخلفهم أو تأخرهم شوية، مش يعني نقص المعرفة إلى حد ما، ولكن هم دلوقتي نشطين جدا. يعني دولة زي دولة زامبيا دي كانت احتلال إنجليزي، وبالتالي عندهم اللي بيتعلم ويبقى شاطر في الثانوية العامة بيرسلوه لبريطانيا ياخد البكالوريوس من بريطانيا ويرجع، فابتدوا فعلا معدل التنمية عندهم يزيد شوية، ولكن هو نقص تمويل، نقص تمويل. نمرة اتنين نقص التكنولوجيا او المعدات او الالات، مش قادرين انهم يشتروها. نقص النولج برضو او المعرفة برضو عندهم، لذلك احنا عندنا اللي مش عندهم. فهو التكامل بيأتي، يعني ما عندهمش كليات زراعة؟ عندهم بس الى حد ما، يمكن برضو مش عايزين يعني يكون كلامنا انتقاد للشعب نفسه. لا لا، مش انتقاد، احنا هم الناس هنا عيبهم القاسي، ان دايما يعني كنت بدرب الناس على حاجة معينة، مثلا على آلة الزراعة ازاي يعمل كاليبريشن او معايرة لآلة الزراعة عشان يزرع في الارض المهندس، وبالتالي انا دربته لغاية من السبت لغاية الخميس، وجيت لغاية من الحد لغاية الجمعة، وجيت اليوم اللي بعده بداية خلص الويك اند، وجيت ابتدي احس ان هو ماحي خالص، لازم افضل اديله ريكومنديشن برضه او اديله انستراكشن تعليمات اني لا حاسب اعمل دي اعمل دي. السبب يمكن برضه ان هم شارهين جدا ان هم يشربوا ويلعبوا، ما عندهمش حته ان هو يركز في شغله او في عمل، او ما اعرفش ايه بقى بحكم البيئه، الله اعلم. انا ما قعدتش هناك كتير. اكيد البيئه ليها دور، فمحتاج لنا فعلا كنشر معرفه. و عايز بيه يعني سؤال اخير، مين اللي بيمول هذه المشروع؟ الجانب المصري ولا الجانب الافريقي ولا يعني بالتعاون بينهم؟ لا، حقيقه المشروع المزارع المصريه المشتركه بدا في وزارة الخارجية، وكان لغز المربى في وزارة الخارجية فترة كبيرة شوية، عدة سنوات، رغم أنه مشروع زراعي، ثم انتقل إلى وزارة الزراعة بعد ما فقد مجلس الوزراء على ذلك في 31/7/2002، وبتمويل من بنك الاستثمار القومي، أي أنه تمويل محلي، لأن خطة الدولة إن لم يكن النيل يأتينا كافيا يمكن أن نذهب إلى الصور معنا الحقيقة على الشاشة اللي بتوضح تمام إنجازات هذه المزارع. تمام سعادتك، يعني ده على فكرة ساوند جامد جدا، التقنية البذور، والزميل الموجود حاليا المدير لمعهد المحاصيل الحقلية كان له السبق في أنه هو علمهم إزاي ينتجوا البذور، لدرجة السفير قال له دي مخاطرة، إزاي تزرع وتنتج بذور وتقاوي على مطر. ولكن الخبرة المصرية اللي سعادتك بتقول عليها أثبتت لهم، هم كانوا بيستوردوا من 13 دولة، أصبحنا من ضمن اللي موجودين ولنا تواجد، والشركات تهفتت على المنتج المصري من المزرعة اللي موجودة في زامبيا. وهذا على غرار ما يتم، لأن الدولة لا تبخل بفضل الله سبحانه وتعالى ويقظة المسؤولين بالتمويل، وهناك جهاز رقابي من الدولة، لأن المشروع يخضع لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، لدرجة أن لو تم صرف يمكن 10 جنيه في غير موضعها بتيجي مناقضة من الجهاز المركزي، أكيد وبتطلع لجان تفتيشية ومراجعة للمستندات أولا بأول. أكيد. دكتور بهاء، وقت الحلقة للأسف شديد أوشك على الانتهاء، أنا محتاج كلمة أخيرة من سيادتك. زي ما قلت يمكن لما عليك يا دكتور، وأتمنى لبلدي في ظل عهد الرئيس الفاضل الذي لا يألو جهدا لمصر
الرئيس عبد الفتاح السيسي، وكذلك رئيس الوزراء مهندس محلب، والأستاذنا الدكتور عادل بلتاجي الذي ليس هو غريبا عنه. أتمنى أن أرى تكامل بين مصر والدول الأفريقية وخاصة السودان، لأن فعلا هي طوق نجاة بالنسبة لنا في الفترة اللي هي الامتداد تغطي الطبيعي. العمق الاستراتيجي لمصر، الامتداد الطبيعي المياه والأرض وكل صح. الموارد متاحة تحت إيدينا، وإحنا لا ننقص لا تكنولوجيا ولا معرفة، وهم أكيد هيرحبوا بذلك. وعندنا الأيدي العاملة بالضبط، ويمكن أن تمول من الدول العربية زي السعودية والإمارات اللي هم مخلصين لمصر ويقدروا يدفعوا، ونقدر إن إحنا نقوم بجهد كبير ومزارع مشتركة كبيرة لتحقق كل الخير للدول العربية. أتمنى أن أعيش أنا أرى هذا إن شاء الله. إن شاء الله. كلمة أخيرة أبو عزيز بي. أتمنى من أخواننا في الشعب المصري الذي يشاهدنا الآن أن ينفتح على إفريقيا، بدل ما أولادنا بيغرقوا في المحيط علشان وهم في إيطاليا أو اليونان أو ما شابه ذلك، ورغم إعلان إفلاس بعض الدول الأوروبية، إفريقيا ترحب بكم وتفتح ذراعيها لكم، وهم إخوتكم وامتدادكم الطبيعي والأمن الاستراتيجي لبلدكم. فحبوا إفريقيا، أنتم إفريقيين وعليكم أن تمدوا أيديكم لها كما يمدون أيديهم لنا. أكيد. وأيضا من خلال البرنامج دعوة للمستثمر المصري الذي يعمل في الإنتاج الزراعي. أفريقيا منجم من ذهب لم يتم اكتشافه بعد، نرجوكم اتجهوا إلى أفريقيا، دعموا هذه البلاد فهي دعم وعمق حقيقي لمصر الحبيبة. أعزائي المشاهدين، يعني أنا في نهاية هذه الحلقة لا يسعني إلا أن أتقدم بجزيل الشكر إلى السيد المهندس عبد العزيز الديب، رئيس الإدارة المركزية للتدريب والمشرف على إدارة تنسيق المشاريع الزراعية لدول الكوميسا. بشكر حضرتك عبد العزيز بي على هذا اللقاء. أيضا الشكر الجزيل للأستاذ الدكتور بهاء أبو جمعة، الأستاذ بمعهد الهندسة الزراعية والخبير السابق بالمزرعة المصرية في زامبيا. بشكر حضرتك على هذا اللقاء. على هذا اللقاء الجميل. نحن معكم دائما، وهيكون في حلقات بمشيئة الله لإبراز العمل المثمر، العمل المشرف الزراعي في الدول الأفريقية. أعزائي المشاهدين، لحضراتكم أيضا الشكر الجزيل على كرم المتابعة، والشكر أيضا لكل فريق العمل في هذا البرنامج. اللهم احفظ مصر من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم وفق رئيس جمهوريتنا لما فيه خير البلاد والعباد. أشكركم أعزائي المشاهدين، وإلى أن ألقاكم في حلقة قادمة بمشيئة الله، لكم مني حامد عبد الدايم أطيب المنى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.